الذي أحرز أجمل الأهداف في الجولة الماضية، منقولة إلى يوسف، يوسف يلعب الكرة عرضية، محاولة البحث عن تسديدة، وماذا يقول الحكم؟ يقول ما فيها شيء، ملعوبة الكرة في الأمام من عبيدة، ولكن سهلة في أحضان الحارس محمود الكوامي. كانت هناك مطالبة بتكلم عن هذا اللقاء. تعود الكرة عرضية تبقى عند نزار، هنا باتجاه عبد الله خطير، هل دخلت الكرة في الشباك أم لا؟ ما الذي حصل في هذه الدقائق المجنونة؟ وهنا ماذا يشير الحكم؟ إلى ركنية لمصلحة النادي الفيصلي. هل تجاوزت الخط أم لا؟ عمر لمعاني في حوار مع سالم العجلين ويوسف الرواشدي، وهنا تأتي في الجهة اليسرى يوسف يلعب الكرة عرضية، هنا إحسان حداد موجود داخل منطقة الجزاء، ومطالبة باحتساب ركلة جزاء. هل كان هناك لمسة يد؟ الإعادة بكل تأكيد ستوضح كل شيء. سالم العجلين في الأمام إلى يوسف، الآن نشاهد الإعادة.